السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة السكروشيه. كل عام وحضراتكم بخير. يا رب يا رب يكون عيد سعيد علينا جميعا يا رب، وعلى أمة المسلمين، ويكون نصرا لأهلنا في غزة، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض توزيعات العيد اللي احنا ممكن نقدم فيها العيدية بشكل مميز ومختلف عن كل سنة. في الفيديو بتاعنا هنشوف تفاصيل للميدالية دي. هي ميدالية تمام، طبعا مستخدمة كميدالية، ونقدر ان احنا نقدم فيها العيدية بتاعتنا. ممكن لو ما عندكيش الميدالية تخلي ده خيط وتربطي فيه العيدية بتاعتك بفيونكة او بشريط ستان او بأي حاجة، هتكون حاجة مختلفة ومميزة. ويلا بينا نشوف الادوات اللي هنشتغل بيها هتكون ايه. بالنسبة للأدوات بتاعتنا، أنا هحتاج مسد الشمع، ممكن أنت تستبدليه بالخياطة لو أنت هتثبتي الشغل بتاعك بالخياطة. كمان هشتغل بخيط قطن، هشتغل باللون الفاتح ده، ممكن تستبدليه برضو بألوان تانية زي اللون البيج، وده أوف وايت مش أبيض. وهستخدم اللون ده للوش والرجول، ممكن برضو تستبدليه باللون البني أو الأسود. هحتاج جزء صغير جدا جدا من اللون الاسود. هستخدم كمان عيون من دي، وحلقة بتاعة ميدالية، وممكن برضو تستغني عن حلقة الميدالية لو انت هتعمليه بس للعيدية مش يكون ميدالية مستخدمة. هستخدم المقص بتاعي وهشتغل مع الخيط بإبرة رقم 3. يلا بقى نشوف الشغل هيكون ازاي. قبل ما نبتدي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله، اول حاجة هشتغل بحلقة سحرية بالشكل ده، هدخل جواها وهعمل سلسلة وكمان سلسلة، يعني هرتفع باتنين سلسلة، هاخد خيط على الابرة وهدخل اشتغل عمود بلفة، هعمل جوه الدايرة 15 عمود بلفة. ده كده 3 4، هكمل كده 15 عمود. بعد ما خلصت 15 عمود باجي اخد الخيط الصغير ده وبسحبه علشان اقفل الدايرة بتاعتي كويس. بعد ما قفلتها باجي ادخل تحت حرف الفي الاول عمود عندي وبقفل بمنزلق، وأكد على الخيط بتاعي ان هو مقفول كويس. تمام، دلوقتي هرتفع باتنين سلسلة برضو، وهبدأ ان انا اشتغل في نفس المكان كده عمود بلفة، وكمان في نفس المكان عمود تاني. يبقى انا اول غرزة عندي اشتغلت فيها 2 عمود واللي هما تزايد. هاجي للي بعدها هشتغل برضو فيها عمودين، ادي عمود وفي نفس المكان كمان عمود تزايد. هشتغل فوق كل غرزة تزايد، يعني فوق كل غرزة 2 عمود بلفة، وهيكون في نهاية الدور معايا 30 عمود. خلصت الدور وبقى معايا 30 عمود. باجي في راس أول عمود تحت حرف البي وبقفل بمنزلق شكل. دلوقتي هرتفع ب2 سلسلة برضو، وفي نفس المكان بتاع اللي انا طالعة بالسلاسل منه بدخل وبشتغل نص العمود بس، وبسيب الحلقة الأخيرة على الإبرة. باخد خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها واطلع من حلقتين بس، اشتغل نص العمود برضو، اخد خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها وبرضو اطلع من حلقتين. يبقى معايا 4 حلقات على الابرة، اطلع منهم كلهم وبعدين اشتغل 2 سلسلة، وفي المكان بتاع اخر عمود هقفل بمنزلقة. بعد ما قفلت بمنزلقة هرتفع ب2 سلسلة،
هاخد خيط على الإبرة، هروح للغرزة اللي بعدها اشتغل نص العمود بس، اخد خيط واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل نص العمود بس، اخد خيط واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل نص العمود بس. يعني بشتغل 3 عواميد غير مكتملة، واللي بيكون معايا على الإبرة 4 حلقات اطلع منهم كلهم، وبعدين اشتغل 2 سلسلة واقفل في الغرزة اللي فيها العمود الاخير. وهكرر كده على مدار الدايرة كلها. خلصت الدايرة كلها، ودلوقتي باجي اشتغل 3 سلسلة. بجيب الحلقة بتاعة الميدالية، بدخل فيها كده واسحب منها الخيط كده، وبقفل بمنزلقة في الغرزة الأخيرة بالشكل ده. بعد كده بعمل غرزة تثبيت وبنهي الخيط. كده أنا خلصت الجزء الأول وركبت كمان الميدالية. دلوقتي هنشتغل الجزء الثاني من الميدالية، وهو الوش بحلقة سحرية بالشكل ده. هبدأ ان انا اعمل غرزة واحدة بس تثبيت، كمان غرزة عليها، يبقى كده ارتفعت باتنين. اخد الخيط وهشتغل جوه الدايرة 15 عمود بلف زي ما عملت في الجسم. هكمل 15 عمود وهرجع تاني. خلصت ال15 عمود بتوعي، وبرضو همسك الفتلة الصغيرة دي وهسحب الخيط اقفله كويس، وهاجي تحت حرف الفي لأول عمود وهقفل بمنزلق. هرتفع ب1 سلسلة وهنقل على الغرزة اللي بعدها وهشتغل حشو، وفي نفس المكان كمان هشتغل حشو. يبقى أنا كده عملت في أول غرزة حشو تزايد، تزايد بغرزة الحشو. هدخل في الغرزة اللي بعدها وهشتغل برضو تزايد بالحشو، يعني غرزة حشو في نفس المكان كمان حشو، وهشتغل فوق كل غرزة غرزة تزايد من الحشو. هيبقى معايا في الآخر 30 غرزة حشو. بعد ما خلصت الدايرة بقفل في أول غرزة عندي بمنزلق. دلوقتي هرتفع ب4 سلسلة، ادي 2 3 4. هسيب الأولى وهدخل في التانية واشتغل غرزة منزلقة. بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها وهشتغل حشو، في اللي بعدها وهشتغل حشو. انا عملت منزلقة و2 حشو، هسيب اللي انا كنت طالعة منها وفي اللي بعدها على طول هشتغل حشو، ودي اول واحدة معايا، ودي كده اللي بعدها حشو، التانية التالتة الرابعة والخمسة والستة. يبقى انا عملت 6 غرز حشو على الدايرة. بعدين ارتفع ب4 سلسلة، ادي 1 2 3 4. وهكرر، هسيب واحدة وهعمل في اللي بعدها منزلقة، اللي بعدها هشتغل حشو، وفي اللي بعدها حشو، وهسيب الغرزة اللي انا كنت طالعة منها وهروح للي بعدها وهشتغل منزلق. بعد كده هنهي الخيط، هسحبه ادخل كده في الغرزة واطلع الخيط من ورا.
كده احنا عملنا الوش. شوف الجزء اللي بعد كده واللي هي الرجول، بعمل برضو دايرة سحرية بدخل فيها وبعمل غرزة واحدة بس تثبيت، وبعدين جوه الدايرة بشتغل 6 غرز حشو. دي 1 2 3 4 5 6. بعد كده بقفل بان انا اشد الفتلة الصغيرة، ادخل في اول غرزة من الحشو وهقفل بمنزلق، واقفل الدايرة كويس. بعد كده برتفع 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بسيب اول واحدة وفي التانية بدخل وبشتغل حشو، واللي بعدها حشو، وهيكون معايا لما هخلصهم كلهم 6 غرز من الحشو، لان انا سبت واحدة من السبعة. كده اخر واحدة من الستة، هدخل في الغرزة اللي بعدها من الدايرة وهقفل بمنزلق، بعد كده غرزة تثبيت وانهي الخيط. كده انا عملت الرجل، بعمل واحدة تانية زيها. طبعا الخيوط دي بنشطبها، بندخلها جوه الجزء ده من ورا. انا كده نظفت الخيوط بتاعتي في الاجزاء دي، واخر حاجة معايا هجيب فتلة كده باللون الاسود، يدوب بس هي المقاس ده، وهاجي في الوش من الجزء ده كده، هدخل في الفراغات بتاعة الغرز، هسيب واحدة وادخل في اللي بعدها واطلع من الواحدة اللي انا سبتها الشكل ده. بعد كده برضو هسيب دي واروح للي بعدها، وهطلع يعني ادخل في اللي بعدها اطلع من اللي انا سبتها الشكل ده، وبعدين ادخل كده يعني 3 غرز بس. هربط الخيط من الظهر، وهنهي المرحلة الأخيرة. هنجمع فيها بقى أعضاء الخروف، يعني في الطبيعي بيبقى هو حتة واحدة وإحنا بنخليه أعضاء، دلوقتي إحنا هو أعضاء وإحنا هنجمع. طيب هنعمل إيه؟ أول حاجة إن أنا هحدد الأماكن بتاعتي اللي أنا هركب عليها، علشان لما آجي ألزق الشغل بتاعي ملقيهوش إن هو مش مظبوط، ابقى عارفة كل حاجة هتتركب فين. انا هلزقه بالشكل ده كده، فهلزق الاول الراس، بس كده نكون خلصنا الميداليه بتاعتنا. وده كده الشكل النهائي لتوزيعات العيد اللي ممكن تقدموا فيها العيديات بشكل مميز جدا ومختلف جدا، وكمان بعد كده هي مستخدمة كميداليه او تتعلق كديكور
بجد بجد شكلها ظريف ولطيفة. وده اللون التاني اللي هو البيج، يعني انا غيرت هنا لون الجسم بس. لكن كل حاجة طبعا هي تقدري تعملي الالوان اللي انت عايزاها، حتى ممكن تبتكري في الالوان وتنوعي بينهم. يا رب يكون الفيديو سهل واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك. ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد وابداع جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.